قال لك جاهد بالسنن. صحيح، لأن الناس الضال إذا أراد أن يضل كيف يضل الناس الضال؟ عليكم بالسنن. أي سنن؟ علموا الناس السنن. أي سنن؟ إيش السنن؟ شو معنى السنن؟ لو عرفنا، لو أنتم طلبة علم قلنا لكم ما هي السنة؟ ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد، كيف علم الناس؟ الله أنزل عليه وجاهدوا به جهادا كبيرا في الفرقان والسورة المكية، جاهدهم جاهد الكفار بالقرآن، فنجاهد الكفار بالقرآن ونجاهد الكفار بالحق الذي عندنا وعلى رأسه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجاهد الكفار كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاهد النبي في بدر وفي أحد؟ هذه سنة النبي في مجاهدة الكفار. كيف جاهد النبي في معاركه الكفار؟ كيف جاهدهم؟ بالسلاح.